يقول مثل الذين ينفقون أموالهم، دي بتعالج إيه؟ بتعالج قضية الشح في النفس الإنسانية. الإنسان يكون عنده شيء وتشح به نفسه ويبخل، يقوم يخاف ينفق منه لا ينقص. يقول له أهي بقى قضية الإيمان تقول لك لا انفق عشان هيزيد، انفق عشان هيزيد. وأنا حديك مثل قدامك في الأرض اللي أنت بتزرعها، أنت تضع الحبة الواحدة فهل تعطيك حبة واحدة؟ تضع حبة الغلة قمح تعرق عاملة كودية من العيدان كذا عود، وكل عود فيه ايه؟ سنبلته، وهي ايه؟ فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه، الذي خلقها ألا يضاعف؟ إذا كان بعض خلق الله بيضاعف ده قدامك ايه بعينك ايه؟ الأرض الصماء بالعناصر بتاعتها بتديلها. أإذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك لتبذرها في الأرض أيقال أنك يقال أنك أنقصت مخزنك كيلة قمح؟ ليه؟ قل له شوف هتجيب قد إيه. ودي أرض صماء مخلوقة لله، فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة 700، يبقى الذي خلق هذه الأرض ألا يعطي؟ يبقى يعطي. بيديني إيه؟ مثل قدامه